كاميرا ايه الاخبار؟ كان ليها لقاء مع مدير التصوير المصري سمير فرج في حفل تكريم المركز الكاثوليكي ومنحه جائزه الابداع الفني عن مجمل اعماله. تعالوا نشوف قال ايه الكاميرا ايه الاخبار ونرجع مره تانية. في سببين يخليني بحب المكان ده، اولا لانه تاريخ عريق كمان، يعني دي الدورة 68، يعني ده أقدم مهرجان في الشرق الأوسط مش في مصر بس. ثانيا إن إحنا جيلنا اتربى على الدور العرض، قاعة العرض دي نادي السينما، وكنا بنيجي يعني فهو سر ثقافتنا السينمائية. ثلاثة إن الدورة دي باسم أخويا وصديقي وتوأمي دكتور سمير سيف. تكريم هنا له مذاق وطعم آخر يعني لتاريخ هذا المهرجان، نمرة واحد. نمرة اتنين لأن الدورة باسم سمير سيف، فدي أجمل جايزة أنا باخدها أو أجمل تكريم في حياتي. أنا أدخلت الفيديو في عالم في معهد السينما، والتطور بتاعه أنا كنت متابعه. أنا متابع التطور مش عشان أدرسه بس، لا، عشان ما ينفعش طالب يبقى قدامي ويسألني سؤال ما بقاش عارفه. فأنا كنت سابق كل اللي في مصر، كل الناس اللي في مصر كنت سابقهم جدا في حتة الفيديو دي. ولما جيت أدخله المعهد حتى هجموني وقالوا لي احنا المعهد العالي للسينما وبتاع وحاجات كده، وفي الآخر اقتنعوا ان ده مهم. وفعلا درست فيديو ازاي يعملوا برنامج، ازاي ينوروا حاجات كده وبتاع، وبعدين بقيت مجبر ان اشوف ايه اللي بيجرى. بقى في ارهاصات كده بتقول ان الدنيا بتتغير، ان الفيديو هيسيطر وهيبقى كويس، يعني هيعدي. فده تلاقي مثلا كاميرا الميتش البي ال بتاعتنا بتاع السينما بقى فيها سويتش 24 فريم و25 فريم، فيديو اسيست يدي صوره، اذا في حاجه بتحصل. كملت بقى لما كنت في عجمان بصور مسلسل وقال البحر مع الاستاذ فاضل، لقيت مدير صاحب الاستوديو عايز نقعد، فبقى يجيب لي برشور وحاجات كده. لقيت سوني بعت لكل شركات العالم، يونيفرسال وبراماونت وكل ومترو، كل الشركات بتقول لهم لو عندكم ماستر سين محتاجين فيه 50 كاميرا هديكوا 50 كاميرا فري بدون مقابل بعدسات مختلفه عشان تعمل كل اللقطات في المشهد ده، بس لنا شرط واحد ان احنا اللي ننقل لكم عن نيجاتيف ده. لو اي واحد بيحب الصناعه هيحس ان في حاجه بتحصل.